فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تربية السباع كالأسود والنمور فتكون في مزرعة خاصة للإنسان؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تربية السباع واقتنائها، لا يجوز هذا. نعم، إنما اقتناء الكلب للأغراض التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لحرث أو الماشية، حراسة الماشية أو حراسة الحرث، لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.